يؤدي في مقابلة كبيرة. ضغط شباب قسنطينة، المراوغة من كوكبو، ضاعت من بن شعيرة في وسط الميدان من بنوة، حط كرة ما فيش ودعي تصل للناحية، يددان يددان ينفرد بالحارس، يددان يسد كرة والهدف الأول، يددان يفتتح موسم الجديد بهذا الهدف الرائع، ينفرد بأول كرة من هذا اللاعب، اللاعب يددان بالقاسم المستقدم من فريق هلال شلغوم العيد الصاعد للقسم الوطني الأول، في أول كرة سانحة لهذا اللاعب القوي والمهاجم القوي قلب الهجوم، يتمكن من فتح مجال التهديف ويباغت دفاع شباب قسنطينة، والحارس الرحماني شمس الدين يعاتب دفاعه ويعاتب عناصره بعد ما ترك اللاعب يددان دون حراسة دون مراقبة، ينفرد يددان برحماني شمس الدين